صار لي 6 شهور هون بمفاوضية، ولكن أنا عارف في المغرب. أنا كنت القنصل العام في دار البيضاء من سنة 2017 حتى 2020، وكنت أحب كثير كثير المغرب، وتركت المغرب لمنصب جديد بالسفارة الأمريكية بالقاهرة. وفي الحقيقة أنا كنت حزينة جدا جدا جدا، فقط كل الوقت بالمغرب، وبحثت عن سبب لرجوع. وحلا الحمد لله أنا هون بالمغرب، تقاعدت من السكة الخارجية الأمريكية، وهلا أنا المديرة الجديدة إن شاء الله للأبد. أنا أحب كتير طنجة. أنا من كاليفورنيا، أنا شخصيا من سان فرانسيسكو، وطنجة يشبه كتير سان فرانسيسكو. عنا البحر، عنا التنوع بالناس بثقافة وكل شيء هناك. ولما أنا أجيت بطنجة أنا وجدت نفس الشيء، كل الأشياء اللي حبيتها في بيتي في كاليفورنيا أنا حبيتها هون وأكثر. أول شيء الدريجة المغربية مختلفة تماما عن اللغات العربية اللي درستها من قبل. أنا كنت عايش بسوريا، بتونس، بالأردن، بدبي، بمصر. أنا كنت عم بحكي اللهجة السورية أول شيء. وهلا أنا أحاول أن أتحسن، أحاول أن أتحسن بدرجة. ولكن المشكلة هلا أنا أكتشف أن في فرق بين الدرجة اللي سمعته بدار البيضاء والدرجة مستعملين هون. وكمان التنجاوي هو وهي موالم جدا بالنسبة للغات، الإسباني، الإنجليزي، الفرنسي، الدارجة، كل شيء كل شيء كل شيء. التنجاوي يستطيع أن يتكلم في كل لغات العالم وتقريبا. اليوم المفاوضية الأمريكية في طنجة عنده 3 أدوار. أول شيء هو متحف، متحف جميل جدا، يحكي عن التاريخ من بين بلدين، وعندنا لوحات من فنان مغاربة مشهورين ومن فنان أمريكان، غلاوي، رباتي، حمري وإلى آخره. وكذلك من عندنا كمان لوحات من فنان أمريكيين ألحموا من المغرب. أوكي، أول شيء متحف. ثاني شيء نحن مركز الدراسة، عندنا مكتب علومي كبير، عندنا أكثر من 10,000 كتاب. المفاوضية الأمريكية بطنجة هو كمان مركز الثقافة، وننظم حفلات موسيقية وبرنامج للأولاد وللطلاب وكل شيء. والبرنامج اللي يحبه الأكثر اللي كان كثير مؤثر على حياة المفاوضية، حياة الناس اللي يشتغلوا هون، حياة الناس اللي يعيشوا بالحي كمان. هذا برنامج مخربة الأمية، ومن سنة 1999 أكثر من 2000 مرة من المدينة، من مدينة طنجة، إجوا لعنا واستفادوا من هذا البرنامج، درسوا الكتابة والقراءة وكذلك الطبخ، ودرسوا كذلك الطرس والخياطة وكل هذا. وقبل يومين أنا كان عندنا اجتماع مع مخرجات هذا البرنامج، وأنا سألتهم يعني شو يعني هذا البرنامج بالنسبة لكم، وواحدة قالت هلا أنا أستطيع أن أساعد ابني مع المدرسة، وكان في واحدة ثانية قالت هلا أنا ممكن أن أروح إلى الطبيب وممكن أحكي مع الطبيب بثقة، مع ثقة. وكان في مرة قالت لي أنا أصبحت مقاولة وفتحت شركة، وهلا العمال بالشركة زوجي وابني وكل العائلة، وأنا أدفع
لهم. من المهم جدا لي بأن كل الناس بكل فئات المجتمع يعرفوا يعتقدوا يكونوا مقتنعين بأن هذا المكان مكانهم. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.